بداية نحن أخي هون في تجمع صارخين مخيم صامدون. المخيم محتاج لعدة أمور، وأهمها بقدوم النازحين الجدد هنا في المهجرين من القرى سهل الغاب تقريبا ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. صار عدد كبير عنا، هلا العدد تقريبا بيعادل عدد المقيمين في المخيم سابقا تقريبا، بشكل تقريبي بيعادلهم. وناشدنا وطلبنا لأكثر مرة للمنظمات بتقديم خيام، لم تتجاوب معنا أي منظمة. ويوجد ناس موجودين تحت الشجر، قاعدين تحت الشجر، أخذوا الأرض وقاعدوا تحت الشجر لأنه لا يوجد خيام. وفي ناس معهم مقتدرين أمنوا خيام بالمال، اشتروا مال بالمال خيام وقدموها لهم. ويوجد نحن كإدارة، كإدارة الشؤون الإنسانية وللمهجرين وشؤون المخيمات، قدمنا اللي بنحسن عليه. في عندنا خيام هلق موجودة هون في الإدارة، كانت عبارة عن مستودعات لإدارة المخيم، افرغناها وقعدنا الناس فيها. هلا فرجيك اياها بتشوفها العرض الباقي. اكثر من هيك ما عندنا احسن نقدم لنا حسب الامكانيه. نطالب جميع المنظمات باعاده بناء الكتل الفنيه بمخيم صامدون خصوصا وباقي المخيمات عموما. يوجد كتل فنيه صار لها تقريبا حوالي 7 سنين انشئت وعمرت هذه الكتل، وبسبب الظروف الجويه والاحوال الجويه تهدمت بشكل جزئي او شكل كامل. بالنسبة للمجاري الصرف الصحي كمان هلا عم تشتغل معنا بشكل مؤقت. ما معنى يعني مصاري نقدم الشيء ونصلحها. لذلك نتمنى من جميع المنظمات التوجه لها لتجمع سلخين وحارم ومساعدة أهلنا المهجرين. قاعدين جوا السجر، لا عنا خيمات، لا عنا أكل، لا عنا شرب، لا عنا شيء بالمرة خالص. طلعنا جوا الغصف والضرب، ما عنا شيء بالمرة. العجال ميتة من الجوع، لا قدمونا لا سلات، لا قدمونا منظفات، لا قدمونا طرحات، لا ميتنا كلها مشترى، ما عنا شيء بالمرة خالص خالص. نحن من أهالي قرية الغاب، من حمار الغاب طائر الغرب الشمالي، طلعنا بدون أي غرض، لباس أغراض ثياب، يعني لا مخيمات، لا احد استلقانا، لا احد، ما عندناش بطول يا اخي. وقاعدين على التراب تحت السجر، نطلب منكم المساعده يا اخي. اي المنظمات جميعا، ميه كهرباء، لا خيمه لا شيء، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.